إخوان تبارك الله عليكم. هذا المحل هذا من مدينة أكليم عند السي محمد عثماني. شو تبارك الله الجديد خصوصاً هذا الصيف كلنا مش كلنا يعني الكل مقبل على الأفراح والأعراس. شو تبارك الله بسات شيء رائع شلالي. صراحة رائع جدا كاشت. سي محمد عثماني كاين في أكليم بالضبط على واحد الشارع هنايا اللي حتى هو معروف بشارع الذهب. عنده هذا المحل هذا وعنده كذلك محل ديال النقرة. Grande.